اهلا وسهلا مشاهدينا متابعينا من خلال شاشه القناه الثالثه الرياضيه من تلفزيون الكويت. يتجدد معكم اللقاء في برنامج استوديو رياضه، هذا البرنامج اللي نكون معاكم على مدار ساعه كامله في جميع الاحداث الرياضيه ومع اهم وابرز الاخبار الرياضيه وايضا الانجازات اللي يحققونها ابطالنا في مختلف الالعاب سواء في الالعاب الجماعيه او الفرديه. مع بدايه اسبوع جديد دائما ايضا يكون الاحداث حافله والمناسبات الرياضية تكون حاضرة للحديث عنها، ولكن أيضا قبل أن نبدأ الحلقة خليني أيضا أصبح على زميلي خالد. خالد أقول لك صباح الخير، ومشتاقين مرة أخرى للحديث عن أحداث رياضية خصوصا مع قرب الأولمبياد. صباح الخير غريب، صباح الخير على مشاهدينا الكرام، حياك الله غريب. ترى يعني انت من غير شر اذا ما تحضر انا افقدك، يعني انت وانتو معي ما تفقد، فدائما السوالف دائما معاك، انت تعطيني باصات جميله دائما وابدا. ممتاز خالد، شوف طالما ان تفقدني انا الاقي لك مركز مهاجم صريح. تبي مهاجم صريح ولا باك يمين؟ وين اي منطقه اول شيء؟ هذه عشان احنا لا تاخذنا على جنب، احنا ننظم المباريات بسرعه صوت عالي. خلينا انا ودنا نتكلم، نوقف لو ثواني، طالما ان هذا الخبر حاضر يعني راح يكون حاضر معانا اليوم. رايك باللي حدث مع اخوان في نادي كاظمه في مباراتهم اللي حصلت في معسكرهم في عند اخواننا في جمهوريه مصر العربيه مع فريق اتصالات بني سويف، والسبع اهداف والفرحه في النتيجه والاستنكار اللي حصل من الطرفين؟ صحيح، تليفونات بني سويف نادي ونادي بالدرجه الاولى غريب. حسب البيان اللي أصدره النادي بأن عدم المشاركة مع نادي كاظمة بعد أن نشر نادي كاظمة البيان أنهم انتصروا بسبعة أهداف مقابل هدف واحد. نعم. الأمر صار في جدل وخلينا نقول ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في وسائل الإعلام الرسمية، خصوصا لما صرح الاتحاد المصري ببيان نشره في حسابه الرسمي. الأمر غريب، يعني الأمر غير واضح، هل المتعهد هو الذي قام بهذه العملية؟ نعم. هل النادي هو الذي خاطب الاتحاد أم النادي نفسه؟ أمر إلى الآن مفهوم، أتوقع في قادم الأيام يمكن نادي تليفونات بني سويف راح يرفع قضية على المتعهد. نعم. بأنه قام بإشراك الاسم وتج اسم النادي في هذه المباراة، رغم أن النادي أعلن بأنه لا يعلم تماماً. نعم. عن هذه المباراة. يعني خالد أخوي، من يرقب الخبر ويتابعه ويحاول أنه يحلله، الآن الناس ما بين يعني توجيه أصابع اتهام، البعض يقول خطأ نادي كاظمة، البعض يقول خطأ المتعهد، البعض يقول خطأ الاتحاد كرة القدم المصري، إنه يفترض أنه يكون التنسيق هذه الأمور. احنا نتكلم بلغة احترافية، طالما أن هناك يفترض يكون متعهد ينظم اليوم مسألة المباريات الودية، المعسكر، مكان الإقامة، الملعب اللي راح يتم عليه التدريب، أنا هذه وجهة نظري. تتفق معي خالد بأن يكون هناك متعهد صاحب ثقة يفترض أن يتعامل مع النادي الكويتي؟ إحنا ما راح نحدد على كاظمة فقط عشان بس أن لا يتكرر الخطأ. إحنا نعرف أن في مثل ما في متعهدين للاعبين، في متعهدين للمعسكرات والمباريات الودية. أحسنت غريب، يمكن حتى يكون الأفضل من الاتحاد للاتحاد. يعني أنا حسب وجهة نظري خصوصا في بعض الأمور يكون فيها هذه العمليات الاحتيال التي لا ترقب أن تكون موجودة في كرة القدم، فمن الأفضل أن يكون نادي كاظمة أو إدارة نادي كاظمة أو حتى الاتحاد الكويتي يخاطب الاتحاد المصري بأن هناك نادي قادم للمشاركة في معسكر في تجهيز، شنو ممكن تقديمه، يمكن تقديمه، بالتالي يكون على خلينا نقول على بياض، تكون الأمور واضحة أكثر. أفضل من المتعهدين، أحيانا المتعهد مثلا ما يكون عنده سي في يشفع له بأنه يقيم مثل هذه المباريات وهذه الفعاليات. عموما هي انتهت وسبعة واحد، مبروك نادي كاظمة، وهارد لك لتليفونات بني سويف الغير اصلي. نعم. وان شاء الله نشوف ايضا معسكرات القادمه بالنسبه لنادي كاظمة واي نادي كويتي اخر التالق والتفوق. احنا زعلانين على الهدف اللي تسجل صراحه، يعني هذا بعد هو فريق، يعني يكون احنا راح يسوي لنا فريق استوديو رياضه ونشوف لنا فريق مباري في مواهب عندنا. ومخرجنا علي مجداد يقول اليوم فقره بوست حافله بالاخبار الرياضيه والانتقالات، راح تكون معاك ومع المونديالي عبد العزيز جاسم. كاظمة تحرك المياه الراكدة في نصب وديات الأندية. انشرت جريدة الجريدة تقرير حول واقعة المباراة الودية لنادي كاظمة والتي أثارت جدل واسع
وجاء في الخبر أثارت واقعة نادي كاظمة ونظيرة تليفونات بن سويف أحد أندية الدرجة الثانية في مصر جدل كبير داخل الوسط الرياضي بعد ما تعرض سفير الكرة الكويتية لعملية احتيال أثناء معسكر التدريب المقام حاليا في الإسكندرية إذ فوجئ بعد خوض المباراة الودية إنها كانت مع توليفة في الهواة. أحركت الأزمة المياه الراكدة في قضية وديات الأندية الخارجية إذ حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على إصدار بيان رسمي عن الواقعة قال فيه إن تابع عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار متعلقة بالمباراة الخاصة الودية بنادي كاظمة في إطار معسكر التدريب داخل مصر الذي تنظمه إحدى الشركات الخاصة. أزرق الناشئين تغلب على جيدنس وخسر من الجبل الأسود. انشرت صحيفة الأنباء نتائج مباريات أزرق الناشئين الودية وجاء في الخبر خسر منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم من منتخب الجبل الأسود 2-1 في معسكر المقام حاليا في صربيا استعدادا لتصفيات كأس آسيا المقرر إن تستضيفها الكويت خلال الفترة من 19 حتى 27 أكتوبر بحيث تضم مجموعة الأزرق السابعة منتخبات أستراليا، أندونيسيا وجزر ماريانا الشمالية وسجل هدف الأزرق في المباراة مسفر العدواني. وكان أزرق الناشئين قد حقق فوز عريض على فريق جيدنس الصربي بنتيجة 4-1. شباب اليد يواجه كوريا في البطولة الآسيوية اليوم. انشرت صحيفة الأنباء خبر استعداد منتخب شباب الكويت لكرة اليد وجاء في الخبر يلتقي منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد مع منتخب كوريا الجنوبية في 3:00 اليوم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا للشباب تصفيات كأس العالم 2025 المقامة حاليا في الأردن. وكان الأزرق قد فاز على الأردن صاحب الأرض والضيافة في المباراة اللي جمعتهم الخميس الماضي في افتتاح منافسات الدور الثاني من البطولة. ويطمح منتخبنا للتأهل إلى النهائيات العالمية بعد حصوله على نقطتي مواجهة الأردن كما التقى في ساعة متأخرة من مساء أمس بالمنتخب البحريني ويأمل اليوم في تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية لمواصلة مشواره بنجاح. الاتحاد يتفق نهائياً مع ديابي ويفاوض أستون فيلا. انشرت صحيفة الرياضية خبر المفاوضات بين نادي الاتحاد السعودي وأستون فيلا الإنجليزي وجاء في الخبر وضعت إدارة الاتحاد اللمسات الأخيرة على اتفاق مع أستون فيلا الإنجليزي ينتقل بموجب الفرنسي موسى ديابي إلى تمثيل فريقها الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وفق مصادر خاصة بالرياضية. وبينت المصادر ذاتها إن النجم الفرنسي اتفق بصفة نهائية مع إدارة الاتحاد على تمثيل الفريق الجداوي بعقد يمتد 5 مواسم بانتظار إنهاء الأمور المتعلقة بشراء المدة المتبقية من العقد مع النادي الإنجليزي الممتد إلى 2028. بونو كأس العالم للأندية فرصة كبيرة لإظهار قيمة الهلال. انشرت صحيفة الشرق الأوسط تصريح ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي وجاء في الخبر أشار المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال إلى أن كأس العالم للأندية الصيف المقبل ستكون مذهلة كما بيّن بونو خلال حديثه الذي بثه حساب كأس العالم على منصة إكس إن البطولة ستكون فرصة رائعة لكثير من الأندية الكبرى حول العالم لإظهار قيمتهم مشدد على أن سعيد للغاية ومتحمس للمشاركة مع الهلال في البطولة بعد أقل من عام.
عودة لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام بعد ما شاهدنا معكم هذا التقرير لفقرة بوت، ويسرنا نرحب ضيفنا من داخل الاستوديو الصحفي الرياضي الكابتن عبد العزيز جاسم. حياك الله كابتن، وأنا سعيد في لقائك مرة ثانية. مسا عليك أبو بندر ومسا على جميع السادة الكرام، وإن شاء الله تكون أخبار شوي واضح من بدايتها. بدايتنا فيها إثارة طبعا. عموما دام ذكرت بدايتها خلينا نتكلم مباشرة عن واقعة المباراة الودية لنادي كاظمة التي لا زالت تثير الجدل، يعني والاتحاد المصري يصدر بيان رسمي. تعليقك في الموضوع، احنا للأمانة الآن احنا ما احنا فاهمين الوضع شنو بالضبط، يعني هل خطأ على إدارة نادي كاظمة، هل خطأ على المتعهد الرسمي أم على الاتحاد المصري، وين الخلل بالضبط كابتن؟ أول شيء احنا نبعد من الخطأ الاتحاد المصري، لأن هذه معسكرات وتقام فيها مباراة. الاتحاد المصري إذا لم يبلغ في المباريات الودية، في شغلة عندنا في الاتحاد الكويتي في الفترة السابقة كانت جدا مميزة، أنا بالنسبة لي أشوفها أن أي مباراة ودية يطلبون الحكام من الاتحاد الكويتي ويرشحون لهم الحكام. الاتحاد المصري ما يبلغ في المباراة ولا مبلغ في كحكام مصريين. الخطأ الأساسي أنا يعني عشان الناس يقول أنت ممكن توقف مع كاظمة، أقف مع كاظمة، لكن أنا بحكم خبرتي وتغطيتي للمعسكرات، خبرتي الصغيرة اللي نقول في المعسكرات، السفر مع بعض المنتخبات، بعض الأندية، أنت مثل ما تأخذ بندر باكج، أنا أعطيتك مثل مبلغ وقدره 100,000 دولار 200,000 دولار، وبالتالي اتفق معاك مع 3 مباريات حق المتعهد، حق المتعهد مع 3-4 مباريات ودية. أنا مو دوري بالوقت الحالي اخاطب الانديه اللي راح العبها، ما اخاطبهم نهائيا. انا في لكن تشترط كابتن، يعني في شرط اني اكون مثلا الانديه تكون معلومه بالنسبه لي كنادي. ايوه معلومه. مثل انا اقول لك انا عندي مباريات نادي كاظمه قبل لا يسافرون، عندي 3 مباريات تليفونات بن سويف عندي وكاتب الخبر اساسا، والمدرب يعني الكابتن محمد هليس وضحها ووضحوا الموضوع. شو اللي حدث؟ اللي حدث انه اعتذار الشركه كان واضح. اعتذار الشركه، وممكن ناس تقول استرخصوا، لا انا ما ادري اذا استرخصوا هذه الكلمه، ما ادري يعني انا مستغرب، لان هذه الشركه في السابق هي العديد من المعسكرات اللي هي اللي كانت يعني مثل ما تقول الرافد الاساسي، يعني دائما يتواصلون مع هذه الشركه وهي تكون تسوي المعسكرات، واكثر من نادي مو بس نادي كاظمه. السؤال يطرح نفسه، الشركه هني المشكله، اعتذار الشركه، الشركه اعتذرت، لكن في باعتذارها امر مبهم. الا وهو انا اقول لك انا شلون اتفق مع شخص واقول انه من بني سويف، تليفونات بني سويف، ومع احترامنا للنادي وتقديرنا له، نادي يعني يعتبر نادي معروف في مصر، حتى يعني الموضوع ترى اخذ جدل في الشارع المصري، انت تعرف الاعلام المصري اعلام كبير، لما انت تتفاوض مع واحد شلون ما تعرف انه عضو مجلس اداره، شلون ما تعرف انه مدير كره، مدير نادي، واحد بالعلاقات العامه. صراحة هو كاتب واضح بالبيان الاعتذار مال الشركة ان احنا تعرضنا بالحرف للخداع. معناته انت لما تعرضت للخداع معناته انت لازم تاخذ اجراء قانوني. وهو زين اللاعبين مش معروفين بالنسبة للاندية، يعني لما تكون الفريق نفس تليفونات بن سويف هو فريق معروف، اللاعبين ما حد يعني خلينا نقول ميزهم من اللاعبين نادي كاظمة، من الادارة الموجودين، من ادارة الملعب، ما في احد خلينا نقول انتبه لهذا الامر. طبعا انا معك، لازم يكون في ثقافه على الاقل، على الاقل مثلا فريق ناشط بالدوري المصري اعرف 3-4 لاعب، لكن ممكن يقول لك انه هو يشارك بالاحتياط، ما يشارك بالاساسيين، يشارك باللاعبين تحت 23-21 سنه، ممكن هني نلتمس لهم العذر. لكن يعني التصريحات اللي خرجت بعد المباراه، انا بصراحه نتيجه 7-1 على فريق مثل تليفونات بن سويف، ترى الفريق مو سهل. خلينا نتكلم مع الكابتن، من الملام في الموضوع؟ خلينا نتكلم عن بصراحه اول شيء الملام بالموضوع بالبدايه. البدايه الشركه الراعيه، ومن ثم طبعا خلى اللي خدعهم، اللي خدعهم هذا واضح انه امر اخر، ما بدي اقول كلمه ممكن تحسب علينا، لكن اللي خدعهم هذا، لكن الشركه كان لازم تاكد 100% ان المباراه مع فريق تليفونات بن سويف، ومن ثم كان من المفترض من نادي كاظمة لما يشوف ان المستوى هزيل جدا، وانك في اول مباراه لك وديه تتغلب على فريق يعني مصر، واحنا نعرف الفرق المصريه قويه نوعا ما، 7-1 كان مفترض انت حتى موقعك الاخباري ما تنزل خبر تاكد يبقى هذا مو فريق كره قدم احنا لعبنا، شلون 7-1؟ صحيح. عموما هي مباراه وعدت، وان شاء الله يتعلمون درس ونشوف بندر، اهم شيء انه يكون درس، وان شاء الله ما يتكرر وما نصير حديث، يعني احنا مع الاسف ما ودنا نكون حديث سلبي في وسائل الاعلام،
احنا شفنا جميع القنوات الاخباريه نزلت الخبر بطريقه نوعا ما يعني مع احترامي لهم ما كانت الاخبار يعني لها حق ان تخضع الامور في شكل يعني خلينا نقول سخريه نوعا ما، لكن بالنهايه نادي كاظم الامانه ترى ما له علاقه صراحه عجبني شغله عشان شيت فيهم اول ما صارت الاحداث نزلوا بيان نادي كاظم وهذه شجاعه منهم. خلينا نطلع على موضوع اخر كابتن ازرق الناشئين يواصل استعداداته لكاس اسيا، خساره من الجبل الاسود في مباراه وديه ولكن الفريق قدم اداء جيد، تعليقك على الاداء وعلى النتيجه للناشئين الازرق. شوف اول شيء انت لعبوا مباراه وديه تدرجوا امام فريق صربي جيدنس وفازوا فيها بنتيجه 4-1 ولعبوا مع منتخب الجبل الاسود، احنا نعرف ابو بندر وانت يعني كنت لاعب وتعرف ومارست المراحل السنيه دائما مو مقياس للمنتخبات، الجبل الاسود لو تروح منتخبهم الاول ويلاعب منتخبنا الاول ممكن في فوارق، لكن المراحل السنيه نتيجه 2-1 تدلك على ان منتخبنا قدم مباراه زينه، احنا ما حضرناها المباراه في صربيا، لكن تدل من خلال نتيجه 2-1 والخساره من فريق مثل الجبل الاسود تدل ان الفريق قدم مباراه زينه، الان يبقى التدرج في مباراه اقوى، انا ما عندي مشكله خسارة في الخساره في المباريات الوديه، ليش ما عندي مشكله؟ وحتى تلعب مع منتخبات اعلى منك مستوى، لكن صدقني الاستفاده تكون منها كبيره جدا لما تلعب مع فرق ضعيفه او مستوى تلعب مع فريق ضعيف تقول انا فزت 5-4 وفريقي قوي، لكن لما تيجي بالواقع وتلعب مع فرق تصفيات حتى اقل منك مستوى تنصدم من الواقع، فاعتقد ان المباريات الوديه يجب ان تكون مباريات تدريجيه من المتوسط الى الاقوى مو من الضعيف، انا ما ايد الضعيف، لا صراحه اي مباراه ضعيفه ما راح يكون فيها استفاده. ما في احتكاك يكون ذو خبره جيده. عموما ايضا منتخب كره اليد للشباب يواجه كوريا الجنوبيه اليوم بكاس اسيا للشباب، توقعات الكابتن وش ممكن تكون حظوظ منتخبنا؟ طبعا بعد شوي معاكم فقره ما شاء الله محللنا الكبير الاخ حامد العمران زميل. انا بالنسبه لي انا اشوف ان المباراه صعبه جدا، يعني مباراه خساره من البحرين امس 18-4 يبقى الامل موجود، لكن تبقى مباراه صعبه، الفوز فيها يأهلك. لكن اي نتيجه ثانيه اعتقد ان راح نودع ان شاء الله ما تكون اي نتيجه ثانيه، اتمنى يكون فيها الفوز. امس خسرنا من البحرين 18-14 نوعا ما، يعني انا يعني ما راح اتكلم وايد في امور الفنيه لان ما شاء الله في فقره بهذا الموضوع، لكن انا هني ان شاء الله احفز اللاعبين واقول لهم يعني انتم ما شاء الله مو اقل من كوريا الجنوبيه، احنا ابطال قاره اسيا وسبق ان تاهلنا وسبق ان عملنا امور كثيره في عالم كره اليد الكل يشهدها في اسيا. هذا ما نتمناه بكل تاكيد لمنتخبنا الوطني لكره اليد للشباب. عموما ايضا نتكلم في الانتقالات والمفاوضات الجاريه حاليا، وفي مفاوضات ماراثونيه بين نادي الاتحاد السعودي واستون فيلا. الاتحاد اقترب اخيرا من ضم موسى ديابي، يعني وهذا تمت هذه الصفقه للأمانة، فهي صفقة كبيرة جدا لنادي الاتحاد السعودي. هي بنسبة من 80-90% تمت الصفقة، للمبلغ هم مقدمين مبلغ كبير من 50-55 مليون يورو. وبندر واللاعب السنة اللي طافت تقريبا في مباراة أستون فيلا، اللي يتابع الدوري الإنجليزي يعرف أستون فيلا شنو كانت نتائج السنة اللي طافت من الفرق المميزة كانت في الدوري الإنجليزي، لاعب مؤثر على المركز الرابع أستون فيلا تاهل دوري الأبطال والفريق مع يوناي إمري أعتقد صحيح قدم مستوى مميز جدا مع طول الموسم، واللاعب الميزة فيه إنه بندر كان 38 مباراة تقريبا شارك، يعني كل مباريات الدوري 38، يعني نعرف الدوري الإنجليزي 38 مباراة، فأعتقد إن المشاركات تدل على إن اللاعب مؤثر جدا. نعم ما سجل نسبة أهداف عالية ويعتبر جناح، لكن من اللاعبين اللي واضح اكيد هو لاعب خطير، انا شفته يعني شفته في الدوري كان لاعب، حتى سالت يعني انه كان من الممكن انه يكون ضمن تشكيله منتخب فرنسا، لكن شفت منتخب الفرنسي يعج بالنجوم، لكن مع الاسف نتائجه وأداءه غير مرضي. وسبب ديشام تتفق مع ان ديشام هو السبب، تسبب الماتادور الاسباني اللي هو شبه الظاهر المارك فراخ على اسبانيا بطولة اوروبا. هو اذا نتكلم لازلنا في الدوري السعودي، ياسين بونو حارس مرمى الهلال يؤكد اهميه بطوله كاس العالم للانديه المقبله، راي كابتن في هذه البطوله المقبله لكاس العالم للانديه؟ حدث كبير كاس العالم للانديه، الهلال شفنا كاس العالم اللي طاف للانديه صراحه، يعني هذه نسخة مختلفة؟ طبعا نسخ مختلفة وفي عدد كبير من الأندية، هل يبي يطبقونه يعني الموسم الحالي؟ هم قالوا 24 ممكن يرحلوا ل 25 يعني يختلف كل يوم قرار، احنا تعرف اتحاد الدول في بعض الأحيان التجمع يصير صعب، لكن أنا برأيي كثرتها ما تعجبني صراحة. قبل لا أنتقل معاك إلى تقرير سوق الانتقالات كابتن على عجالة،
انت مع الصوت العالي الحالي الموجود اللي يندد بكثره المباريات بالنسبه للاعبين، يقول لك حاليا طول الموسم قاعد يلعب، وحاليا لما خلص البطولات انتقلوا الى معسكرات تدريبيه ايضا اخرى، فهل انت مع هذا الجانب ام تقول لا انت قاعد تستلم مبالغ كبيره جدا، لذلك مقابلها لابد انك تؤدي مباريات اكثر تسويقيه؟ فشنو رايك؟ بندر احنا تعبنا من المشاهده، مو بس اللاعب، بندر لعب الوايد في بعض الاحيان يساهم في هبوط مستوى اللاعب، مو شرط انه يخلي لاعب مميز. كارفخال انا شفت له تصريح يقول انا لعبت من 1/7 والان وصلت الى 14/7 وبعدين راح انضم ريال مدريد وما راح ارتاح ولا يوم. تخيل، ترى ريال مدريد ولا برشلونه ولا هذه الانديه الكبيره الاوروبيه من الصعب تريح لاعبينها، يعني من الصعب، تبيه على طول جاهز وفت وموجود. وصدقني راح تشوف الموسم الجاي، وهذه ان شاء الله تخليها للذكرى، اصابات عضليه كبيره في الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي والالماني، ما طاف يعني ما اتوقع انها صارت في تطور الطب كابتن، تطور حتى لو تطور، تطور الطب حتى الاصابه صارت الحين، قبل كان رباط قاعد 6 اشهر 7 اشهر، الحين اسبوعين لاعب ورباط. هذا الا اذا كان غوي بدنيه. عموما ننتقل معاكم الى سوق الانتقالات وهذا التقرير. نبدأ جولتنا في سوق الانتقالات الصيفية من إسبانيا، حيث كشف إشبيليا الإسباني حقيقة دخول أندية سعودية في مفاوضات رسمية مع مهاجمه المغربي يوسف النصيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال خافير سانتوس المتحدث باسم إشبيليا لصحيفة الرياضية السعودية، النصيري أصبح قريبا للغاية من الانضمام إلى فنربخشة التركي بعد مفاوضات قوية من جانب فريق المدرب جوزيه مورينيو. وفي باريس يخطط باريس سان جيرمان لتقديم عرض ضخم من أجل الحصول على خدمات أحد أهداف ريال مدريد هذا الصيف، ويحاول الريال التوقيع مع فرانكو ماستانتونو نجم ريفر بليت هذا الصيف نظير 20 مليون يورو. وفقا لشبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، انضم باريس إلى صفقة ماستانتونو ويخطط لتقديم 35 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع الجوهرة الأرجنتينية. وفي إنجلترا كشف إريك تنهاغ مدرب مانشستر يونايتد عن مفاجأة تتعلق بمفاوضات ناديه مع المدافع الهولندي ماتياس ديليخت لاعب بايرن ميونخ. وبحسب صحفي شبكة سكاي ألمانيا، فإن الصفقة معلقة الآن بين الناديين بسبب رغبة بايرن ميونخ في الحصول على 50 مليون يورو فضلاً عن الحوافز الإضافية. وشدد على أن مسؤولي مانشستر يونايتد لا ينوون دفع هذا المبلغ نظير التعاقد مع لاعب يوفنتوس السابق. وفي إيطاليا ينتظر المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الضوء الأخضر من تشيلسي للانتقال إلى صفوف نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويسعى النادي الإيطالي للتعاقد مع الدولي البلجيكي تحسباً لرحيل النيجيري فيكتور أوسيمين إلى باريس سان جيرمان. وأكد فلوريان بليتنبرغ الصحفي بشبكة سكاي ألمانيا أن لوكاكو توصل لاتفاق شفهي مع مسؤولي نابولي على بنود التعاقد. عودة لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام بعد ما شاهدنا معكم هذا التقرير لسوق الانتقالات، لازلنا مستمرين مع ضيفنا الكابتن عبد العزيز جاسم. كابتن، نتكلم أيضا عن مهاجم نادي إشبيليا الإسباني ما بين فنربخشة التركي والقادسية السعودي، ويبدو أن نادي القادسية السعودي هذا الموسم يعني خلينا نقول داش بقوة ما شاء الله. أي صاعد وفريق أول تعاقد مع كابتانو ناتشو، بعدين يعني أوباميانغ صفقة كبيرة، صفقة كبيرة، يعتبرون لاعبين مميزين. راح أنا أشوف إن أوباميانغ صراحة راح يقدم مستوى، يعني أتوقع إنه راح يكون من أفضل اللاعبين اللي يقدمون مستوى في الدوري السعودي، لأنه لاعب قتالي. لما يروح أي فريق يحاول يقاتل، يحاول يؤدي. الشغلة الثانية أنا أشوف إنه صعب النصيري يروح مع أوباميانغ، يعني صعب اثنينهم مهاجمين، اثنينهم رؤوس حربة، من الصعب جدا بندر إنه يكونون موجودين في فريق واحد. أشوف إن فنربخشة راح يكون أقرب للتعاقد معه، خصوصا ان نادي القادسية ترى السعودي يعني نوعا ما من خلال مصادره او تصريحات اعضاء مجلس ادارته انه تقريبا نفوا تواجد التفاوضات او التفاوض مع
نصيري، ولو ان يعني نصيري من المهاجمين المميزين اصلا فاد اشبيليا وايد في كثير من المباريات. زين انت منطقيه لما تشوف نصيري مثلا وبوميانج يعني ما تشوف انه في تضارب بالنسبه لهم كمهاجمين اثنين في نفس المركز واثنينهم كلهم كبار ما راح يقبل يكون احتياط؟ صعب 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 اثنينهم مع بعض صعب صعب. يعني انا قاعد اقول لك انت هذا مهاجم اشبيليا وهداف دوري يعني منتخب المغرب وانت عندك بوميانج يعني لاعب مر محطات كبيره ولاعب يعني مر بارسلونا في ارسنال وعاره لبرشلونه اعتقد اذا ما خانت الذاكره صح مع مرسيليا كان في اللاعب لاعب يعني لاعب قابوني. لكن صراحه هو من افضل المهاجمين الفتره اللي طافت وكان مؤثر جدا وسبقها قبل بالدوري الالماني كان هداف الدوري الالماني صحيح. فاعتقد ان عنده يعني عنده سفي كبير فاعتقد مع بعض صعب جدا وانا اؤيد خطوه نادي القادسيه انه ينسحب من الصفقه. جميل. ايضا نتكلم عن باريس سان جيرمان استهدف فرانكو يقدم 35 مليون يورو ومدريد يقدم 20 مليون يورو. مدريد من بعد خطف ليني يورو وهو يعني الان بدا فهذا الامر صار فيه جدال يعني ليش اللاعب فضل مانشستر على ريال مدريد؟ اي طبعا ممكن عشان تكون الفرصه افضل لان المدريد انت شايف المواهب الموجوده. اردا جولر ما له مكان لاعب مثل اردا جولر انا برايي انه يروح اي فريق يلعب اساس ويقدم مستويات. طبعا اللاعب اللي احنا ذكرناه قبل شوي مو معروف ولا احد يعرفه هو يلعب في الدوري الارجنتيني يمكن ما حد يعرف ريفر بليت. بحسب البحث انه موهبه جديده. ريال مدريد بالفتره الاخيره انت عارف بندر يمكن انت مو مشجع ريال مدريد لكن تعرف سياسه ريال مدريد. ريال مدريد استقطب المواهب الصغيره ومن ثم مثل فينيسيوس يمكن ابرز اليوم ايضا اندريك اكمل عام 18 يومك من 18 واصبح رسميا لاعب لريال مدريد. شفت يعني قاعد يستقطب المواهب. لو مع احترام لاي نادي ثاني يعني لو مدريد كان فعلا يبي الصفقه حتى الصفقه اللي راحت لو كان مقاتل عليها راح ياخذها. سياسه بيريز صعبه جدا والمتعهدين خصوصا وكلاء اللاعبين خلينا نقولها وكلاء اللاعبين يحاولون ارضاء بشتى الطرق لان المتعهد او كل لاعب لما يودي لاعب ريال مدريد على قولتهم انفتحت له اطباق يعني السماء يعني راح يكون مشهور جدا. فاعتقد في وايد من وكلاء اللاعبين انشهروا بسبب انه مثلا ودوا لاعب برشلونه ريال مدريد مانشستر سيتي مانشستر يونايتد الانديه الكبيره هاي طبعا تفتح له باب رزق مثلا يا سلام للرؤيه للاخرين. ايضا نتكلم عن إريك تين هاغ يطلب من اداره مانشستر يونايتد ماتيس دي ليخت والبايرن يطلب 50 مليون يورو. تين هاغ يمكن ما يجد اداره نفس اداره مانشستر يونايتد قاعد تلبي كل طموحاته وكل طلباته ولكن دون جدوى يعني ما شفنا دوري ما شفنا تشامبيون ما شفنا فريق الشرس انهى الدوري في المركز الثامن. مانشستر يونايتد اللي كان مستحيل ان يصل لهذا المركز لكن هذا الموسم انهى في المركز الثامن. فوين الخلل الكابتن في تين هاغ ام الاداره ام الفريق لا زال يحتاج وقت حتى يبرز وخلينا نقول يتشبع بفكره تين هاغ؟ شوف اول شيء المدرب تين هاغ انا اشوف ان التجديد لا يعني خطا واقعيا خطا جميل. لكن هم للحين جمهور مو بس مجلس اداره مع احترام الجمهور مالينات عايشين ان لازم نعطي فرصه نفس فيرغسون أربع سنين وكان الموسم الخامس بينشال وحقق بطولة الكاس وبعدين استمر وصار أسطورة التدريب وأسطورة التدريب ما يختلف عليه أحد. لكن تغير الزمان وتغير الأحداث وتغيرت الأمور كثيرة. الآن أنت ما تقدر تصنع لاعب أنت الآن تشتري اللاعب أنت الآن ما تصنع مدرب أنت الآن تشتري مدرب. القيمة المالية والسوقية كلها تغيرت والأحداث كلها تغيرت حتى الامور النفسيه الان قبل ما في طبيب نفسي مع الفرقه يعني في طبيب في اشياء تغيرت في كره القدم لازم الناس تستوعبها. قبل ايام الثمانينات وبدايه التسعينات اختلفت تماما. زين بالنسبه لشخصيه تين هاغ خلينا نتكلم فيها بواقع كابتن شخصيته مع اللاعبين غير جيده يعني بداها بصراع مع كريستيانو طبعا بعدها بصراع مع ناتشو بعدين بعدها بصراع يعني مع اكثر من لاعب ودائما ما يخرجهم خارج اسوار النادي حتى يعني اكثر من حتى ريكسون حاليا في اكثر من لاعب عنده خلاف كشخصيه واللاعب الامانه حسب وجهه نظري كاسيفي ما عنده يعني الا عمره 55 سنه وما درب الا اجاكس. فهل هذا يشفع ان يستلم زم يعني اداره وتدريب فريق بعظمه مانشستر يونايتد؟ لا انا بالنسبه لي لا بالنسبه لي اتكلم ان حسب اللي شاهدته ممكن مدرب يكون مغمور لكن يبدع لكن انا ما شفت الابداع معه نهائيا. يا اول البدايه وحقق طفره ونتائج بعدين الفريق من أسوأ الى أسوأ ومن نتائج من خلينا نروح الخبر الثاني تتوقع انه يقال في منتصف الموسم ولا يكمل
أنا أتوقع بعد شهرين. بعد شهرين غالب. وماذا نتكلم في الطرف الآخر من أوروبا إلى إيطاليا ونابولي بالتحديد يريد تعويض أوسيمين بلوكاكو. نابولي وكونتي كونتي متطلب كثيرا، يريد دائما أن يكون متواجد مع اللاعبين. إحنا عارفين الهام اللي فيه كونتي يطلب لاعبين كثر. فخروج أوسيمين على هذا الأمر بصالح كونتي بصالح نابولي، التعويض بلوكاكو هل هو مجدي بالنسبة للنادي؟ أنا رغم الهجوم على كونتي أنا من أشد المعجبين بهذا المدرب، أنا أشوفه مدرب عظيم بالنسبة لي اللي شفته، لكن في بعض الظروف ما خدمته في بعض الفرق. بالنسبة لأوسيمين ما يتعوض، مع احترامي لوكاكو شفنا مستوى لوكاكو مع منتخب بلجيكا والمستوى المتراجع مع منتخب بلجيكا وكان نقطة ضعف في منتخب بلجيكا في كثير من الأحيان. أوسيمين ما يتعوض، أوسيمين أنا أتوقع أن باريس سان جيرمان واضح وصريح والأرقام اللي قاعد يقدمها مستحيل نابولي راح يرفض العرض هذا. جميل، كل الشكر لك كابتن عبد الجاسم، موفق لك بندر، شكرا لك العافيه. واحنا مكملين معاكم مشاهدينا الكرام والى فقره تقرير الضيف. الوطني للشباب لكرة اليد يوم أمس أمام نظيره البحريني بنتيجة 18-14 في المباراة التي جمعتهما على صالة الأميرة سمية في العاصمة الأردنية عمان ضمن الدور الرئيسي للبطولة. وظهر المنتخب بأداء باهت واستغل الفرصة المنتخب البحريني للظفر بالمباراة وتأجيل حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم إلى اليوم في مباراة قوية، حيث يواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب الكوري الجنوبي في تمام الساعة 3 مساء. عودة لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ويسرنا نرحب ضيفنا من داخل استديو محلل قناة الثالثة الرياضية الكابتن حامد العمران. حياك كابتن، الساعة المباركة. مساك الله بالخير أخوي بندر، نتشرف أن نطلع معاك اليوم في البرنامج. حياك الله كابتن. خلينا نتكلم بداية عن المنتخب الكويتي لفئة الشباب بشكل عام، خسارته يوم أمس من المنتخب البحرين. طبعا الكل مستاء من أداء منتخب الوطني في مباراة أمس مع منتخب البحرين، كنا نأمل أن احنا نعدي هذه المباراة ونتأهل لكأس العالم وتكون مباراتنا اليوم أمام المنتخب الكوري تحصيل حاصل، ولكن للأسف يعني كان أداء المنتخب في الجانب الهجومي مو بالقدر اللي احنا كنا نتمناه، رغم أنه كان الدفاع الأمان دافعوا بطريقة جدا مناسبة من خلال طريقة الدفاع 3-3 على المنتخب البحريني، وكانت هناك قراءة جيدة في الجانب الدفاعي وكان هناك انقضاض من خلال اللاعبين على اللاعبين البحرينيين. ولكن اليوم أنت تدافع 60 دقيقة تدافع ما تقدر، لابد أنك أنت تهاجم، لابد أنك أنت تسجل، لابد أن أنت تفتح ثغرات، لابد أن أنت تربك الفريق الثاني، ولكن إحنا في الجانب الهجومي كنا عقيمين جدا، لم يكن هناك خطة واضحة من قبل اللاعبين. واضح أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن سعيد حجازي ونجله ونقدره ونقدر خبرته أن ركز على الجانب الدفاعي وأهمل الجانب الهجومي اللي إحنا ما قدرنا نسوي أي شيء أمام المنتخب البحريني. في المقابل المنتخب البحريني يملكون مدرب جدا مميز هو الكابتن سيد الفلاحي، دافع بالطريقة المناسبة أمام لاعبينا، لا يوجد اللاعب الضارب عندنا في الخط الهجومي اللي يصوب من برة 9 متر عشان أنت تسحب الدفاع البحريني عشان تبدأ تخلق ثغرات في الدفاع البحريني. الدفاع البحريني مشى على منظومة واحدة 6-0 يقابل لاعبين على 6 متر، فبالتالي كان هناك عقم كبير للأمانة في الجانب الهجومي وهذا ما أثر علينا. مو معقول إن إحنا مثلا 10 دقائق يلا نسجل هدف واحد بالشوط الأول، الشوط الأول نطلع بسبعة أهداف فقط، الشوط الثاني سجلنا 6 أهداف فقط تقريبا أو 7 فقط. جميل، يمكن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم كابتن. خلينا نتكلم أيضا عن مستوى منتخبنا، كان مقايض تماما أداء المباراة مع المنتخب الأردني، كان أفضل جدا من هذا المستوى. شنو حدث ما بين المباراتين؟
شوف مو افضل جدا يعني امكانيات المنتخب اكيد البحريني ومدرب المنتخب البحريني تفوق امكانيات المنتخب الاردني ومدرب الاردني اللي هو محمد سليمان هو مصري اساسا. فبالتالي من الطبيعي ان احنا قدام المنتخب الاردني نقدم مستوى، هناك ثغرات كبيره، الدوري الاردني ليس بالصوره المطلوبه، لاعبين الاردن ليسوا بالخبره المطلوبه، امكانياتهم الفنيه ليست لا توازي امكانيات المنتخب البحريني. احنا نتفوق على المنتخب الاردني ولكن لم نستطع ان نتفوق كلاعبين وكامكانيات وكخطه وكتكتيك على المنتخب البحريني. جميل، كلام جميل. ايضا نتكلم يعني قاعد نلاحظ خلال مباريات اليوم نشوف اداء اللاعبين عالي، والمباراه الاخرى كثيره الاخطاء خصوصا الدفاعيه، يعني ما في رتم ثابت، دائما الرتم يكون فيه هبوط وفي يعني صعود باستمرار. الاسباب كابتن، يعني الان كابتن حجازي ما وقف على خلينا نقول الاخطاء البسيطه لتعديل بعض الامور، تسكير بعض الثغرات مثل ما ذكرت. شوف ابو بندر، دائما احنا بالمراحل السنيه الناشئين الشباب يختلف الوضع عن منتخب الاول، فبالتالي هناك ارتباك، يوجد ارتباك. هذه بطوله يعني مؤهله لكاس العالم ولاعبين شباب وخبرتهم تكون قليله اكيد في الملعب، واول مره يدشون مثل هذه المنافسات بقوه بهذه القوه، وتكون هناك عندهم فرصه للتاهل الى كاس العالم. فبالتالي من الطبيعي ان نجد هناك اخطاء ما بين اللاعبين، امكانياتهم مش يعني الفكر كره اليد أو خبرة كرة اليد مو موجودة عندهم، رغم أن الاتحاد الكويتي لكرة اليد ما قصر معهم من ناحية إعداد ومباريات تجريبية. هذا الفريق، هذا المنتخب قاعد يعد لأكثر من سنة قاعد يعد هذا المنتخب، ولكن اليوم أيضا تغير المدربين. يعني إحنا بالسابق كان عندنا مدرب ارتقالي، اليوم عندنا مدرب كابتن سعيد حجازي هو أدرى باللاعبين، فأيضا المدارس والتدريب وما والفكر التدريبي للاعبين. وين أفضل تشوف حسب خبرتك كابتن، لاعب كبير يعني وين تشوف يعني مثلا منتخبنا شو المدرسة اللي تكون والله ماشية معاه ويكون أداء أفضل ومستوى عالي فيها مع المدارس الأوروبية أو مدارس حتى يعني في بعض الآسيوية أو حتى المدارس، وين تشوف أفضل بالنسبة لك؟ شوف هو اليوم ما نقدر إحنا نحدد مدرسة معينة إن نقول والله إحنا لاعبين لازم يتبعون هذه المدرسة. اليوم يتبعون لاعبين المدرب اليوم متى ما كان المدرب مميز وجيد ويستطيع ان يقرا امكانيات لاعبينا ويوظفها بالشكل المناسب، هذا المدرب اللي احنا نبيه بغض النظر عن جنسيته. كابتن سعيد حجازي خبير بكره اليد الكويتيه للامانه، ودائما كابتن سعيد حجازي هو عارف ان هذا المنتخب ما عنده نجم اوحد، ما عنده لاعب بارز، ما عنده لاعب ضارب، فيحاول قدر الامكان، يعني المهمه عليه صعبه جدا، يحاول قدر الامكان بانه يوظف امكانيات جميع اللاعبين في صالح الفريق الواحد، يعني يلعب ككتله واحده كمجموعة. ولا يلعب كمجموعه بالضبط، على اساس يجد هذه الاختراقات ويجد عناصر. يعني ما تشوف في عندنا عناصر بارزه في الدوري الكويتي حتى تذهب الى المنتخب حسب وجهه نظرك؟ مواهب، ما عندنا مواهب نفس قبل؟ لا هذه ابرز بالضبط مثل ما قلت، ما عندنا المواهب نفس قبل، ما عندنا محمد الغربلي، ما عندنا عبد الله الغربلي، ما عندنا سيف قايد العدواني اللي من رغم قصر قامته الا عنده جنب عالي جدا ويصوب من خارج التسعة متر، ما عندنا هؤلاء النجوم الموجودين في هذا المنتخب، هؤلاء النجوم الموجودين يحاول كابتن سعد حجازي توظيف امكانياتهم البسيطه، مش امكانيات السوبر اللي عندهم، من خلال التكتيك اللي هو يوجده في الجانب الهجومي. اما في الجانب الدفاعي للامانه لاعبينا قاعد يؤدون اداء جدا من بدايه البطوله، يؤدون اداء جيد في الجانب. واليوم توقعاتك كابتن، يوم المواجهه مع المنتخب الكوري الجنوبي، شنو توقعاتك المباراه وين رايحه حسب وجهه نظرك؟ قادرين ان شاء الله الانتصار؟ يعني اي نتيجه اخرى ما تخدمنا. لا احنا لازم اليوم نفوز، يعني مفوز. التعادل احنا برا البطوله راح نكون. اللاعبين اول شيء لازم احنا نعرف ان هناك مجموعتين، مجموعتنا يتاهل منها اثنين الاول والثاني للدور قبل النهائي، وهم الاربع فرق يتاهلون للدور قبل النهائي هم من يتاهلون الى كاس العالم. اليوم احنا عندنا نقطتين من مباراتين، المنتخب الكوري عنده ثلاث نقاط من مباراتين، وايضا المنتخب البحريني عنده مباراه سهله تنتظر امام المنتخب الاردني، فبالتالي ممكن يوصل لخمس نقاط. احنا نحتاج اليوم لان نحقق الفوز فقط لان نتاهل الى الدور الثاني. في امكانيه، نعم هناك امكانيه ان احنا اليوم نحقق نتيجه ايجابيه، ولكن ان نلعب بشكل صحيح، ان نعالج الاخطاء اللي وقعنا فيها مع منتخب البحرين. المنتخب الكوري منتخب سريع، نعم قوي، نعم، ولكن ليس بالفريق المستحيل اللي ما تقدر تفوز عليه. تقدر وفق الامكانيات اللي عند المنتخب الكوري تقدر انت تتقلب عليه متى ما قرات المباراه بشكل جيد. يعني على سبيل المثال احنا دافعنا امام منتخب البحريني 3-3، اليوم من الصعب ان احنا ندافع ودفاع متقدم امام المنتخب الكوري لامتياز المنتخب الكوري بالسرعه.
احنا دافعنا، احنا لعبنا مع المنتخب البحريني طلعنا طلعتين فاست بريك تصوب لهم او تصدى لهم حارس المرمى البحريني على اعتبار انه كان اللاعب متضايق لما راح شاف. اذا انت ما تتبع الفاست بريك فبالتالي انت ما تقدر تعالج العقم الهجومي، يعني الدفاع المتقدم من ميسا انك انت تنفذ فاست بريك. فاست بريك ما نفذناه من المره اللي طافت، لازم ان احنا نفذه. ايضا يجب ان لا نجار المنتخب الكوري في سرعته، لان متى ما جارينا المنتخب الكوري في سرعته راح تكون عندنا هناك فجوات كثيره، وهذا اللي يبيه المنتخب الكوري. يعني انا لازم احنا نقول بالعاميه اذبح اللعب، اذبح اللعب، اموت اللعب، لان متى ما موت اللعب اللاعبين الكوريين راح ما يؤدون بالاداء اللي ما اعطيتهم اللي هم يبونه. ايضا في الجانب الهجومي المنتخب الكوري ما هو بالدفاع القوي، يجب ان نجد الجانب التكتيكي الصحيح. يعني احنا مع المنتخب البحريني نفذنا خطتين نجحنا، ما ردينا عدناهم. صانع الالعاب لعب كبير اليوم على صانع الالعاب اللي هو عبد العزيز نجار. عبد العزيز نجار من افضل اللاعبين، عنده عقليه جدا ممتازه بكره اليد، ولكن في 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 المباراه مع منتخب البحرين كان شاري الكره، كان يذهب الى احضان لاعبين منتخب البحرين. ما ينفع اليوم اذا ما تمشي الكره بشكل سريع ومتسلسل وبتكتيك معين لا نستطيع ان نخترق الدفاع. ايا كان الدفاع، تروح الكره تطق دربل وتعطي باص، تطق دربل وتعطي باص، معناته انت قاعد تخلي الدفاع يسكر عليه. فبالتالي لابد ان يكون هناك جانب تكتيكي سريع ينفذ الكابتن سعيد حجازي بقياده الكابتن عبد العزيز نجار او حسين مندني صانع الالعاب الاخر او عبد العزيز سالمين مثلا، فبالتالي عبد اللطيف سالمين، فبالتالي تستطيع ان تجد الفجوات، قادرين ان نحقق نتيجه ايجابيه متى ما لعبنا بالشكل المناسب. ابو بندر، هذا اللي نتمناه كابتن. ايضا نتكلم عن بطولة مؤهله كاس العالم، تتوقع المنتخب الكويتي الشباب اليوم قادر نفعلها مرة أخرى كابتن؟ قادرين إن شاء الله على التجاوز والتأهل؟ قادرين إن شاء الله، قادرين متى ما يعني عزيمة الشباب موجودة وهناك جانب إداري يجب أن يكون تهيئة اللاعبين من قبل رئيس الوفد السيد قايد العدواني ومن قبل مبارك الديحاني الموجودين متواجدين مع الوفد، عندهم فيصل صيوان مدير منتخبات وهو لاعب خبير سابق خبير ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين، عبد العزيز عابي مدير الفريق، فبالتالي هم عندهم جانب اداري يحسدون عليه منتخب الكويت. هذا الجانب الاداري اكيد اليوم من دوره انه يهيئ اللاعبين لهذه المباراه، يخرج اللاعبين من الضغوط اللي حدثت معهم مع منتخب البحرين، يلعبون بشكل اريح في هذه المباراه. اليوم انت فرق كم خسرت؟ فرق 4 أهداف في اخر الشوط الثاني امام المنتخب البحريني. طيب ما المنتخب البحريني متعادل مع المنتخب الكوري، المنتخب الكوري خسران من المنتخب الياباني، فبالتالي انت عندك المقدره انك تفوز على المنتخب الكوري متى ما لعبت بالشكل المناسب. اتوقع انا منتخبنا اليوم ان شاء الله يبيضونها وان شاء الله يقدمون الاداء المناسب وفق إمكانية أو وفق قراءة لهذه المباراة من قبل الكابتن سعيد حجازي، وإن شاء الله نستطيع أن نوصل. شو المطلوب من الكابتن اليوم سعيد حجازي؟ كابتن لو بتكلم عن مدرب، دوره مدرب بشكل كبير اليوم، شو المطلوب منه أن يقوم به حتى خلينا نقول نخرج إلى 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 برا الأمان على الأقل، لو نفوز اليوم وبعدها تحصل حسابات أخرى، لكن مهم جدا الانتصار اليوم. هو شوف الجانب الفني موجود في هذا الفريق، يعني جانب عمل جماعي كمان من سواء من الكابتن سعيد حجازي او محمد مسعودان او مدرب حراس المرمى، فهناك اي من الشيخ من خلال حصص الفيديو ومن خلال قراءه الفرق الاخرى. اليوم انا اقول لك يعني احنا منتخبنا قاري المنتخب الكوري بشكل ايجابي. اليوم المنتخب الكوري يعني خطورته تقع في الخط الخلفي، رقم 23، رقم 63، رقم 91، رقم 73، هذا الاربع لاعبين عشان لا اقول اسمائهم واخربط فيهم، هذه الاربع لاعبين وفق هذه الارقام هم القوه في المنتخب الكوري. متى ما استطعنا ان ندافع بشكل ايجابي، ما نقدر ندافع الدفاع متقدم 5-1 6-0 ونغلق، اضافه الى وجود حراس مميزين فرد صالح وعبد الهادي باغر، نستطيع ان نصل الى برلمان بشرط ان نلعب بالجانب الهجومي بشكل ايجابي وليس كما فعلنا مع منتخب البحريني. على فكره يعني منتخب الكوري اليوم منتخب البحريني اعطى اضاءه لأنه يلعب أمامنا بدفاع 6-0 أو 5-1. أكيد المنتخب الكويتي رغم أنه ما في وقت يجهز من خلال تدريب، لكن أكيد جهز من خلال حصص نظرية اليوم الصبح من خلال تذكير في الجانب الهجومي. أتوقع اليوم راح يكون حالنا بالهجوم أفضل من حالنا أمام المنتخب. والجانب الذهني كابتن مهم جدا اليوم، خصوصا لما تكون لديك فرصة واحدة للتأهل وهي الفوز، هذا ممكن يؤثر الجانب الذهني على اللاعبين؟
شوف، هي البداية يجب أن تكون قوية، يعني لازم أنت في البداية ما يكون هناك فارق من الأهداف، المنتخب الكوري يتفوق علينا بالفارق. متى ما مشيت جول بجول أو تقدمت أنت في بداية المباراة، إذا أنت حاضر راح تكون ذهنيا في هذه المباراة خلال 60 دقيقة. إذا أنت فرق عنك المنتخب الكوري، فبالتالي أنت راح تتشتت ذهني، فبالتالي راح تحاول تستعجل، راح تستعجل وراح يعود عليك هذا الشيء بشكل سلبي. فالجانب الذهني جدا ضروري، وايضا الجانب الاداري جدا ضروري في هذه المباراه، وان شاء الله هم يبيضون الوي. واحنا انا للامانه يعني جدا واثق بامكانيات الكابتن سعيد حجازي والجهاز الفني، واثق بامكانيات اللاعبين متى ما وظفوا بالشكل الصحيح، فان شاء الله احنا راح نكون قريبين من الفوز باذن الله. ان شاء الله هذا ما نشاهده اليوم. ايضا على جانب اخر، كابتن يوم امس عقدت اداره نادي برقان مع المدرب الوطني حسين حبيب لقياده الفريق الاول لكرة اليد في الموسم المقبل خلفا للمدرب الجزائري سعيد حجازي. تعليقك كابتن على الخبر؟ شوف الكابتن، يعني الأمانة فريق برقان يجب أن نشكر فريق برقان من خلال رئيس النادي ناصر العتيبي، أبو ناصر أنور العتيبي. الأمانة هذا النادي ضحى الكثير، ضحى الكثير. شلون؟ يعني من خلال الموسم اللي طاف تم الاستعانة بمدرب سعيد حجازي لتدريب المنتخب الأول، وكان الجميع أو كان أغلب فترة الإعداد كابتن سعيد حجازي مع المنتخب، والنتيجة أنه هو لما جاء سعيد حجازي ما قدر يلحق على الفريق، ولكن أبقى من ضمن فرق الدرجة الممتازة. اليوم لما سعيد حجازي ضحى، أيضا عطى سعيد حجازي للمنتخب كابتن سعيد حجازي، تعاقد مع حسين حبيب، يحتاج فريق برقان أن يتعاقد مع مدرب من داخل الديرة. إحنا نقول ليش؟ عشان يعرف شلون يوظف إمكانيات اللاعبين، يعرف شلون يقرأ الدوري عندنا، يعرف شلون يتعامل مع اللاعبين، خصوصا وأن فريق برقان دائما متغير من خلال عقود جديدة بجلب لاعبين جدد. كابتن حسين حبيب كان مدرب لفريق القادسية في الموسم اللي طاف، وكان موسم اللي قبله مع فريق صليبخات نجح مع فريق صليبخات، مع فريق القادسية دربه فترة بسيطة وتم إعفائه من يعني أنا أقول كابتن هو من أحسن أفضل المدربين اللي أتوقع لهم مستقبل كابتن حسين حبيب، ولكن طبعا تنقصه بعض الخبرات اللي موجودة عنده، إن شاء الله يقدر يعوضها من خلال هذا الموسم، وإن شاء الله يستطيع أن يقدم شيء إيجابي من خلال، وهو خيار مناسب للأمانة لفريق برقان في ظل الظروف اللي يمر فيها فريق برقان. كابتن حسين حبيب خيار مناسب، ومن المدربين اللي دائما يطورون نفسهم، فنتأمل إن شاء الله أنه يقدم مع فريق برقان شيء إيجابي. محل قناة رياضية ثالثة كابتن حامد العمران، كل الشكر لك. الله يحفظك. أيضا أشكر لكم أنتم مشاهدين الكرام، وصلنا معكم للختام، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة في القد. إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته.